زيارة أردوغان إلى الصومال عام 2011 أعطت إشارة بدء النفوذ التركي الناعم في الصومال، والذي تحول لاحقاً إلى نفوذ عسكري تركي، آخره افتتاح القاعدة العسكرية التركية بالصومال يوليو 2016. قطر هي الأخرى بدأت تدخلها في المشهد الصومالي فبراير 2017 بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، وما لبث أن تمدد نفوذ قطر بالصومال للعبث بعلاقات الصومال بالدول العربية، رغم مساعي التنمية التي تسعى لها الإمارات والسعودية. ليتأكد بذلك حجم النفوذ التركي القطري المتزايد في الصومال.